في افتتاح مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي بتونس إعلان جملة من الحوافز لفائدة الباعثين الشبان. علاقة الباعثين الشبان بمنظومات التمويل الوطني إشكال يعطل أحلام الشباب ومشاريعهم. اختتام تظاهرة 24 ساعة من المسرح في الكاف بورشة عمل تتناول السياحة الثقافية. نشرة المسائية الأولى للأخبار، أهلا بكم. تختتم غدا أشغال الملتقى الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بإصدار جملة من التوصيات لمحاربة الجوع في القارة الإفريقية. وقد أكد رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة أنه لابد من تحفيز الشباب للعمل في المجال الفلاحي من أجل استدامة الإنتاج وتطويره. مكن المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من الوقوف على مستجدات الوضع الغذائي في إفريقيا، حيث يعاني أكثر من 240 مليون شخص من سوء التغذية والتفكير في طرق معالجته عبر تمكين الشباب في المجال الزراعي. وقد استعرض رئيس الحكومة المؤقتة استراتيجية تونس لدفع الشباب نحو تعاطي الفلاحة. تمكين الفلاحين الشبان وأبناء الفلاحين والفنيين الفلاحين، خاصة منهم أصحاب الشهائد العليا، من كراء مقاسم فلاحية تابعة للدولة بأسعار تفاضلية لإحيائها والاستثمار بها، وكذلك خلق جيل جديد من الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي من خلال وضع خطة لبعث محاضن في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي. أعمال المؤتمر ذهبت في مجملها نحو دعم الاستثمار الخاص في المجال الفلاحي وتسهيل استقطاب الشباب في هذا القطاع. استيعاب الشباب في المجال الزراعي بشقي، إن كان نباتي أو حيواني، وكذلك إدخال التصنيع الزراعي بالنسبة للنباتات كذلك وبالنسبة للثروة الحيوانية. من جهة أخرى، أكدت منظمة الأغذية والزراعة أن العمل جار على عدد من المشاريع الجديدة تعتمد على مبدأ التضامن بين بلدان القارة الإفريقية باختلاف إمكانياتها، ما مكن من رصد موارد هامة لإنجاح عدد من التجارب. جمعنا 40 مليون دولار من الهبات من أنغولا وغينيا والكاميرون ومن عدد من مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وقد وقع الاختيار على 6 مشاريع ستقام في نيجيريا والنيجر وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى والمالاوي بقيمة 2 مليار دولار لكل مشروع. فكرة هذه المشاريع تنبني على استنساخ المشاريع الناجحة التي دعمتها منظمة الزراعة والأغذية. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ستواصل العمل خلال السنوات القادمة للقضاء على الجوع في القارة السمراء بحلول سنة 25 و2000. صفاقس والحكومة البيئية هو عنوان المنتدى الذي نظمته الجامعة التونسية للبيئة ومنتدى المواطنة والتفكير والعمل، منتدى طرح أهم الإشكاليات التي تواجه الطبيعة في صفاقس مع محاولة إيجاد الحلول التي تحد من التلوث البيئي. هذا ما خلفته الأمطار الأخيرة في أحد الأحياء الشعبية بساقية الدائر من ولاية صفاقس، مشهد أثار ذعر المواطنين بعد تسجيل آثار جانبية على منازلهم. غرقنا بالماء، النشا طالع، مناش ما فماش ناس، باهي فما شيء اللي هاك ترى قدامك الماء طالع، فهمتني؟ أنا داري على الثالث ترشقت، وحدة وحدة ترشقت، أما نهار تبرك علينا بكلنا. المياه طالعة من اللوطة وهاجمة على الديار، المياه دايرة من، والمياه دايرة محيطة بالمنازل، يعني شيء كارثي، واحنا حاليا نخافوا بعيد الشر تطيح المنازل على مواليها، ورينا انه الرخام تاع بيت الكوزينة يعني يبعد على الساس، إذا ثم مخاطر حديق حقيقة محدقة بالأهالي تاعنا. المنطقة هذه يمكن أن نعتبرها يعني بكل صدق يعني منطقة منكوبة، ويلزم يقع العناية بها في خطة عاجلة لإنقاذ الناس هذوما بما يمكن إنقاذه من حلول مستعجلة قبل أن يتفاقم الوضع، في انتظار أنه البرنامج الخصوصي اللي وقع إقراره الأسبوع الماضي يقع تنفيذه. ارتفاع منسوب المياه وقضايا بيئية أخرى طرحت على هامش منتدى البيئة في مدينة صفاقس.
مناطق صناعية غير مهيئة، كميات كبيرة من السوائل الملوثة تلقى في الوسط الطبيعي، كميات كبيرة من المرجين تلقى في الطبيعة، باعتبار أن المصب في بوزويتا والمصب في جهة عقارب غير قادرين باش يتحملوا كل الإمكانيات هذه. منتدى الحوكمة البيئية في مدينة صفاقس طرح مقاربات تعالج المشاكل البيئية التي تحاصر المدينة. لابد من تضافر كل الجهود وكل واحد بفكرته وكل واحد بالمقترح متاعه، ونساهم مع بعضنا ونكون فما مساهمة جماعية ونكون عمل تشاركي، ولا نلقي بالمسؤولية على طرف واحد، إنما نشاركوا كلنا في صنع القرار وفي الإنجاز وفي المتابعة متاع الإنجاز بصفة خاصة. المشروع تبروه مربوط ارتباط عضوي بمحيطه، والمطلوب هو الإسراع بتوفير الاعتمادات حتى تنطلق شركة في الإعلان عن طلب العروض، اللي هو طلب عروض عالمي لإزالة التلوث من الساحل الجنوبي الممتد من الميناء التجاري للمنطقة الأثرية بتينا. منتدى البيئة محاولة للوقوف على المشاكل البيئية التي تعاني منها مدينة صفاقس، مشاكل تؤثر في مسار التنمية في الجهة وتستوجب حلولا جذرية. ومن منتدى صفاقس والحوكمة البيئية إلى قفصة، حيث من المنتظر إنشاء خط تمويل إيطالي ب 73 مليون أورو. المشروع ثمرة شراكة تونسية إيطالية يسعى لتذليل صعوبات التمويل للباعثين الشبان في الولاية. علاقة الباعثين الشباب بولاية قفصة مع قنوات ومنظومات التمويل الوطني إشكال لا يزال قائما إلى اليوم، إشكال غالبا ما أعاق أحلام هؤلاء الشباب من تحقيق ما يصبون إليه في الواقع الموضوعي. ناصر حامدي عينة من هؤلاء جاء يبحث عن حل لهذه المعضلة في ملتقى حول الشراكة التونسية الإيطالية. البنوك كلها عنا معهم إشكالية كبيرة في قفصة، مش قاعدين يمولوا حتى في مشروع، مش عارف الأسباب شنو. أنا ماذا بينا حتى توقع توصية أو تزكية من مع يعني من رئيس الحكومة من وزارة المالية، لأن زون مهمشة كومبليتمون قفصة. الأفكار موجودة في قفص ولي كومبيتونس موجودين، تبقى التحقيق. التحقيق مش يجي، الإنسان ما عندهش لي مويا، ما عندهش الإمكانيات الخاصة المادية، إذن البنوك تفقد كل كبنك معناتها كهيكل موجود للتنمية. خط تمويل إيطالي ب 73 مليون أورو، مشروع شراكة إيطالية تونسية يسعى لتذليل صعوبات هذه المعضلة، ربما رأى فيه ناصر منفذا لمشاكله وزملائه. يعني ما دام قعدنا نرجع للبنك التونسي هي الحكاية، أنا أولي حابين أن نتعامل معهم هم ديركت مو. مداخلات الطرف الإيطالي فسرت عملية خط القرض الإيطالي، لكن الإشكال بقى على حاله كما جاء على لسان ناصر حامدي. لنحاول استفسار المسألة لدى رئيس غرفة الصناعة والتجارة بقفصة. كان بودنا أنه المسؤولين عن خط التمويل من الجانب الإيطالي يكونوا أعضاء في الهيئة اللي هي مسؤولة على تمويل هذه المشاريع. أظن أن المنظومة البنكية بتونس ستتعاون بصفة خاصة مع ملفات الباعثين الشبان المنتمين لمنطقة الجنوب التونسي. اختفى ناصر حامدي بين الجمع الغفير، ربما بهذا الاختفاء يقول في نفسه كما صرح: نسير خطوة أخرى. في ولاية القصرين يعاني فلاحو المنطقة من الأضرار التي لحقت بأراضيهم جراء مصب النفايات والفضلات العشوائية، ولتجاوز هذا الإشكال قدم عدد من الشباب مشروعا لرسكلة هذه النفايات وتثمينها، ورغم الدعم الخارجي فإن السلطة المحلية لم تتجاوب مع هذا المشروع. نفايات تكاد تكتسح شوارع القصرين، ومصب الفضلات أثر بشكل كبير على الأراضي الفلاحية المحيطة به، وميزانية تقدر بسبعة مليارات رصدت لمصب المراقبة ودفن النفايات، وجد فيها البعض إهدارا للمال العام دون أن تقدم فائدة ترجى. المصبات العشوائية ذا قاعدين نطبقوا في تقنية الحرق، وهي مضرة على البيئة. وكيف تعمل المصبات مراقبة؟ يعملوا تقنية الردم، وحتى تقنية الردم تخسر تونس فلوس فيما لا يعني. ولتجاوز هذا الإشكال قدم عدد من شباب القصرين مقترح مشروع لرسكلة وتثمين هذه الفضلات وإعادة استغلالها، إلا أنه ورغم الدعم الخارجي لهذا المشروع لم يجد هؤلاء الشبان ضالتهم بإدارة القصرين. مشروعنا أنا يتمثل في رسكلة وتثمين النفايات، ونحن القصرين تعتمد كان على الفلاح يعانوا من الغلاء الأسعار تاع الأسمدة، وهالميتود هذه
تخلصنا من برشا حاجات وتسهل اقتناء المادة هذه بالنسبة للفلاحين. بفضل مشروع رسكلة النفايات هذا يمكننا تحسين المنظومة التي سنركزها بالجهة، لهذا السبب يجب أن نقوم بدراسة شاملة. هذا واستنكر رجال الأعمال الذين أبدوا استعدادهم لدعم هذا المشروع لأهميته تعامل مسؤولي الجسرين اللامبالي تجاههم، واستغربوا عدم تفاعلهم الجدي مع مقترحات شباب الجسرين الساعين لدفع عجلة الاستثمار بالجهة. عشوائية في أخذ القرار، احنا نجيبوا الخير لتونس ونجيبوا كل شيء لتونس وبعدين ما نلقاوش معناها التجاوب نقولوها على غالب التجاوب. مسؤولو الولاية من جهتهم أكدوا أن دراسة المشروع حسب المقترح الفرنسي باهظ التكلفة وطلبوا مدة أطول للتفكير ودراسة المقترح، وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي بتونس والعجز المالي للدولة أضحى الاستثمار الخارجي أمل أهالي الجسرين للقيام بالوضع التنموي العالق بالجهة. نظمت جمعية أطباء الغد بسيدي بوزيد خيمة صحية توعوية للكشف المبكر عن أمراض السكري وضغط الدم. هذه الخيمة الصحية لاقت إقبالا من متساكني الجهة. استقى عدد المواطنين سيدي بوزيد أمام خيمة صحية نظمتها جمعية أطباء الغد بالجهة لإجراء الفحوصات اللازمة مجانا للكشف المبكر عن أمراض السكري وضغط الدم. هذه المبادرة التي استحسنها مواطنو الجهة وطالبوا بتكثيف مثل هذه الحملات التوعوية. جيت أنا لأنه فيه فحص مجاني باش تفقد صحتي. أول مرة تعمل تحليل؟ أول مرة نعمل تحليل، رغم وعي معنا وعي بأهمية التحاليل، لكن للأسف معنا الأمور مش متناول المواطن العادي. والماذا بي الأطباء الشبان هذوما يكثفونا من الحملات هذه، يعني الفئات الزواولة خاصة يقربوا لهم معناها الخدمات الصحية. وبالنسبة للمواطنين ماذا به الواحد ديما يحاول باش يتفقد صحته. إطارات طبية متخصصة أشرفت على هذه الفحوصات. فما برشا عباد جونا اليوم ما عرفوش عندهم الدم ولا السكر، وعرفوا فما شكون عمل السيرفيونس والكونترول نتاعو. ستتواصل حملات اخرى للتقصي عن امراض السكري وضغط الدم خلال الفتره القادمه. اختتمت اليوم فعالية تظاهرة 24 ساعة مسرح بورشة عمل تناولت السياحة الثقافية، نوعية من السياحة تستثمر التراث الكبير الذي تزخر به ولاية الكاف وغيرها من الولايات التونسية. مخزون تراثي ثري ومتنوع وكنوز مهمة في مجال التراث المادي واللامادي تزخر بها ولاية الكاف، أكد المشاركون في هذه الجلسة التي تمحورت حول السياحة الثقافية على ضرورة تثمينها والعناية بها حتى تسهم في دفع التنمية بالجهة. تراث غني برشا، وعنا الطاقة البشرية زادة اللي هو اللامادي، عنا الغاسترونومي، عنا لسافور، عنا لسوغير، عنا الضحكة، وعنا النكتة الكافية، وعنا هذا الكل يلزم نطوروه، وهذا الكل يلزم نخدموا عليه، وهذا الكل باش نجلبوا به السواح اللي مش السايح اللي جاي داكورد ويجي للبحر ويجي للشمس، فما سايح اخر يلزم نجبدوه اللي نجلبوه اللي هو يجي باش يشوف التراث اللي عنا، باش يجي يشوف المعالم الاثرية اللي عنا. كما تطرق المشاركون الى ما تتعرض له بعض المواقع الاثرية في الجهة من اهمال وضعف في عملية الصيانة بما جعلها عرضة للنهب وللاعتداءات. المخزون المادي خاصة المادي في تلاشي عنا مواقع أثرية قاعدة معتها في تداعي في وماشية وتتلاشى المعالم هذه، هذه صرخة فزع لكل المسؤولين في وزارة الثقافة للفتة إلى هذه المعالم وحراستها وصيانتها وترسيمها، وكذلك معناتها تسجيلها حتى دوليا كمعالم أثرية دولية. وزير الثقافة مراد الصقلي أكد بالمناسبة أن الوزارة ستعمل على تثمين التراث المادي واللامادي بالجهة وترسيم هذا التراث ضمن مواقع التراث العالمية ووضع استراتيجية بالتعاون مع وزارة السياحة لترويج التراث المادي واللامادي بالجهة.
ثم خطة كاملة في الحقيقة كيف كيف أعلنت عليها، يعني في النقطة المتعلقة بالتراث المادي والتراث غير المادي في نطاق إنجاز الخارطة الوطنية للتراث المادي اللي هي فما تعمل فيها عمل كبير ياسر، يعني ناقص فقط مزيد الإبراز متاعها، ولكن ثم اللي ناقص هو التثمين متاع المعالم هذه. يعني المواقع معروفة محددة تقريبا، التثمين متاع المواقع هذه بس نهار آخر نجم نقول ولات عنا موقع سياحي بأتم معنى الكلمة، سواء تعلق الأمر بالتراث المادي أو تراث غير المادي. وكان السيد مراد الصقلي قد أشرف بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف على اختتام فعاليات تظاهرة 24 ساعة مسرح دون انقطاع. بهذا نصل لختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بعناوينها. في افتتاح مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي بتونس إعلان جملة من الحوافز لفائدة الباعثين الشبان. علاقة الباعثين الشبان بمنظومات التمويل الوطني إشكال يعرقل أحلام الشباب ومشاريعهم. اختتام تظاهرة 24 ساعة من المسرح في الكاف بورشة عمل تتناول السياحة الثقافية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.